بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء الأعزاء، سوف نكمل ما تبقى من جهاز الدوران في جسم الإنسان، الدرس الثاني اللي هو الدورة الدموية في جسم الإنسان. لو قمت بوضع يدك على صدرك الناحية اليسرى سوف تشعر بنبض. المسؤول عن النبض هو القلب، حيث يقوم بحركات متشابهة على مدار الساعة، هي ما يسمى بدقات القلب أو نبضات القلب. وتنحصر نبضات القلب في عمليتين متتاليتين ليس لهما ثالث. هذه العمليتين تسمى العملية الأولى انقباض، والعملية الثانية تسمى الانبساط. كما تشاهدون أمامكم على الشاشة قطاع طولي في قلب يوضح الجانب الأيمن باللون الأزرق والجانب الأيسر باللون الأحمر. الدم عندما يحصل انبساط في البطين فإن الدم يأتي من أجزاء الجسم ومن الرئتين إلى القلب. تشاهدون الأسهم، الدم يأتي من أجزاء الجسم المحمل بغاز ثاني أكسيد الكربون إلى القلب، والدم المحمل بغاز الأكسجين إلى القلب في عملية الانبساط. هذه العملية الأولى اللي نسميها انبساط البطينين. العملية الثانية عملية الانقباض. عندما ينقبض البطينين الأيمن والأيسر يؤدي إلى اندفاع الدم من البطينين إلى أجزاء الجسم وإلى الرئتين، حيث يندفع الدم المحمل بثاني أكسيد الكربون إلى الرئتين، ويعود ويندفع الدم المحمل بالأكسجين والغذاء إلى جميع أجزاء الجسم. إذن حركة القلب أو طريقة عمل القلب تنحصر في انبساط يدخل الدم إلى البطينين، انقباض يخرج الدم من البطينين. في نفس الوقت إذا حصل عندي انبساط في البطينين يحصل انقباض في الأذينين، وإذا حصل عندي انقباض في البطينين يحصل انبساط في الأذينين. إذن حركة عكسية ما بين البطين والأذين، أذين انقباض، بطين انبساط، بطين انقباض، أذين انبساط. هذه طريقة عمل القلب التي تعمل على مدار الساعة في حركة آلية منظمة لنقل الدم من وإلى القلب وإلى جميع أجزاء الجسم. يا ترى من أين يأتي الدم الوارد إلى القلب؟ كما ترون الدم الوارد من القلب يأتي من أجزاء الجسم المحمل بغاز ثاني أكسيد الكربون عبر الأوردة، ويأتي الغاز المحمل بالأكسجين من الرئتين عبر الأوردة الرئوية الأربعة إلى البطين الأيسر. أما إلى أين يندفع الدم؟ فإن الدم يندفع من البطين الأيمن إلى الرئتين وهو محمل بغاز ثاني أكسيد الكربون، ثم يندفع الدم المحمل بالأكسجين من البطين الأيسر والغذاء إلى جميع أجزاء الجسم. لماذا نقول أن القلب مضخة قوية؟ القلب كما قلنا عبارة مضخة عضلة قوية مرنة بحجم قبضة اليد كمثلية الشكل، تقوم بضخ الدم إلى جميع أجزاء الجسم، لذلك يجب أن تكون قوية. وإذا لاحظنا في الرسم هنجد أن جدار البطين الأيسر أسمك من جدار البطين الأيمن. لو قال لي لماذا يكون جدار البطين الأيسر أسمك من جدار البطين الأيمن؟ هنقول له لأن البطين الأيسر يقوم بضخ الدم إلى جميع أجزاء الجسم بعكس الوريد الذي يأتي فيه الدم إلى من أجزاء الجسم إلى القلب. لذلك يجب أن تكون هذا الجزيء الأيسر أقوى من الجزيء الأيمن. هذه آلية عمل القلب. الآن عايزين نتعرف على أنواع الدورة الدموية. عندنا من الدورات عند دورتين دمويتين، الدورة الدموية الصغرى كما ترون اللي هي بسموها الدورة الرئوية، لأن الدم فيها، لو قال لك لماذا سميت الدورة الرئوية؟ لأن الدم ينتقل من القلب إلى الرئتين ومن الرئتين إلى القلب. كيف يتم حركة أو كيف تتم الحركة في هذه الدورة؟ الدم الفقير بالأكسجين يأتي من جميع أجزاء الجسم إلى الأذين الأيمن ثم البطين الأيمن ثم إلى الرئتين، وفي الرئتين يفقد غاز ثاني أكسيد الكربون ثم يتحمل بغاز الأكسجين، ويعود الدم المحمل بغاز الأكسجين
من الأوردة من الرئتين عبر الأوردة الرئوية الأربعة إلى الأذين الأيسر ثم البطين الأيسر. وبهذا يكون عندنا الدورة الدموية الصغرى، أي أن الدم يأتي المحمل بغاز ثاني أكسيد الكربون من أجزاء الجسم إلى القلب ثم إلى الرئتين، في الرئتين يفقد ثاني أكسيد الكربون ثم يتحمل بغاز الأكسجين ويعود إلى القلب مرة واحدة. لو قال لي فسر لماذا تسمى هذه الدورة بالدورة الرئوية، قلنا لأن الدورة بس تنحصر ما بين البطين بين القلب والرئتين. ما هي أهمية هذه الدورة؟ أهمية أنه يتم خلالها تبادل الغازات في الرئتين، حيث يفقد الدم ثاني أكسيد الكربون ويكتسب غاز الأكسجين عبر الشعيرات الوريدية والشريانية المنتشرة في الرئة اليمنى وفي الرئة اليسرى. هذه الدورة الدموية الصغرى. أما بالنسبة للدورة الدموية الكبرى تسمى الجهازية، يا ترى لماذا سميناها الجهازية؟ لأن الدم فيها ينتقل من القلب إلى جميع أجهزة الجسم ويعود من جميع أجهزة الجسم إلى القلب مرة واحدة. نشاهد على الرسم هنا البطين الأذين الأيمن والبطين الأيمن، ما لون الدم الموجود؟ لون أزرق. يبقى هذه الأوعية التي تحمل هذا الدم هي الأوردة، هي لا الأوردة. ولاحظ السهم أن هذه الأوردة تحمل الدم من جميع أجزاء الجسم إلى القلب، من جميع أجزاء الجسم إلى القلب. الأذين أو الجزء الأيسر من القلب، الأذين الأيسر مع البطين الأيسر، لونه أحمر لأنه يحمل غاز الأكسجين والغذاء. هذا الدم يخرج من القلب، يأتي من الرئتين محمل بغاز الأكسجين، ثم يخرج من البطين محمل بالأكسجين والغذاء إلى جميع أجزاء الجسم. كما ترون الدم يخرج من البطين الأيسر ثم إلى الشرايين ثم إلى أجزاء الجسم العلوية والسفلية. إذن يأتي الدم المحمل بثاني أكسيد الكربون من أجزاء الجسم إلى الأذين الأيمن ثم إلى البطين الأيمن ثم إلى الشريان الرئوي إلى الرئتين. وهناك يتم تبادل الغازات حيث يفقد الدم ثاني أكسيد الكربون ويكسب غاز الأكسجين. وبعد ذلك يرجع الدم محمل بغاز الأكسجين إلى الأذين الأيسر ثم البطين الأيسر ثم إلى أجزاء الجسم، حيث يتم نقل الدم المحمل بالأكسجين وغاز ثاني أكسيد الكربون، ويصل هذا الدم إلى جميع أجزاء الجسم عبر الأوردة وتفرعاتها الصغيرة التي نسميها الشعيرات الشريانية. سميت الجهازية هذه الدورة بالجهازية لأنها تمر في جميع أجهزة جسم الإنسان. تبدأ من البطين الأيسر، يندفع الدم من البطين الأيسر إلى أجزاء الجسم عبر الشرايين، ثم يتم تبادل الغازات خلال شبكة الشعيرات في خلايا الجسم المختلفة، ويعود الدم من أجزاء الجسم إلى القلب عبر الأوردة ثم الأذين الأيمن والبطين الأيسر، ثم تعود هذه الدورة مرة ثانية وتستمر على مدار الساعة. يا ترى عندما يصل الدم والغذاء إلى خلايا جسم الإنسان ماذا يحدث؟ يحدث اتحاد الغذاء والأكسجين مكون الطاقة اللازمة لحياة الخلية واستمرارها في العمل واستمرار حياة الإنسان وتوليد الطاقة اللازمة للإنسان. الدم الصادر من البطين الأيسر هو دم يكون محمل بغاز الأكسجين والغذاء، والدم الوارد إلى الأذين الأيمن يكون محمل بغاز ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء. قلنا نلاحظ أن جدار البطين الأيسر أسمك من جدار البطين الأيمن لأن البطين الأيسر يضخ الدم إلى جميع أجزاء جسم الإنسان. إذن ما الفرق بين الدورة الدموية الكبرى والدورة الدموية الصغرى أو الدورة الرئوية والدورة الجهازية؟ قلنا الدورة الرئوية يتم فيها تبادل الغازات ما بين الدم القادم من الأوردة والدم الذي يأتي من الشرايين في الرئتين عبر الشعيرات الدموية الرئوية والشريانية. أما بالنسبة للدورة الجهازية فهو يقوم القلب بضخ الدم المحمل بغاز الأكسجين والغذاء عبر البطين الأيسر
إلى جميع أجزاء الجسم، ثم يستقبل الدم المحمل لغاز ثاني أكسيد الكربون من أجزاء الجسم إلى الجزء الأيمن من القلب. الآن عايزين نعرف أمراض جهاز الدوران. ما هي أمراض جهاز الدوران؟ هناك عندي مرضين، مرض الأنيميا، أنيميا الدم اللي هو الدم الضعيف أو فقر الدم، والمرض الثاني هو الانسداد وتصلب الشرايين. السبب في فقر الدم أو مرض الأنيميا يعود إلى نقص خلايا الدم، كرات الدم الحمراء التي تقوم بنقل الأكسجين. فإذا قلت هذه الخلايا سوف يقل الأكسجين الذي تحتاج إليه الخلايا، مما يؤدي إلى عدم توفير الطاقة اللازمة للجسم، فيظهر على الإنسان أعراضها: شحوب في الوجه، إصفرار، عدم المقدرة على أداء الأعمال، ويظهر عليه التعب بمجرد أي مجهود يقوم به. كيف نتخلص أو نتخلص من هذا المرض؟ نحافظ على الغذاء السليم ونتبع الطريقة الصحيحة في التغذية مع تناول اللحوم، البيضاء والكبد والفواكه، الخضار الورقية الغنية بعنصر الحديد الذي يعتبر المكون الأساسي في خلايا الدم الحمراء وهو عنصر الحديد. إذن يجب عليه اتباع اللي هي الغذاء العادات الصحية والابتعاد عن تناول الوجبات السريعة وما شابه ذلك. أما بالنسبة لتصلب الشرايين أو انسدادها، الشريان كما قلنا وعاء عضلي مجوف يسمح بمرور الدم خلاله بيسر وسهولة، لكن هناك بعض الأشخاص يتم ترسب بعض الدهون في السطح الداخلي للشريان، مما يؤدي إلى أن يصبح الشريان ضيق ويصبح صلب ويصبح غير مرن، وبذلك يلاقي الدم صعوبة في المرور من خلال هذا الشريان، مما يسبب مرض الإصابة بالانسداد والتصلب. إذن السبب الرئيسي للإصابة بتصلب الشرايين هو تراكم الدهون على جدار الشرايين الداخلية. وللتخلص من هذا المرض علينا اتباع الطرق الغذائية السليمة الصحية والحمية، والتخلص من الدهون عن طريق الأعمال الرياضية المختلفة. بهذا بنكون أنهينا مع بعض الدرس الثاني والثالث من جهاز الدوران، وإن شاء الله سوف نلتقي في الحصة القادمة مع الدرس الرابع الجهاز البولي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.